بعض المشاهير يترددون عندما يعرض عليهم بطولة شخصيات حقيقية، وقد ينجح بعضهم ويخفق آخرون منهم. إليكم أبرز هؤلاء النجوم في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. قدم الراحل أحمد زكي شخصية جمال عبد الناصر من خلال فيلم ناصر 56، ونجح الفيلم بشكل كبير على الرغم من أنه لم يستعرض سيرة حياة جمال عبد الناصر، وإنما اكتفى بالحديث عن مرحلة محددة حيث تعد من أهم الفترات في مصر، بالإضافة إلى الحديث عن جانب من حياته الشخصية والعائلية. كما قدم الراحل أحمد زكي شخصية الرئيس أنور السادات في فيلم أيام السادات، وقديماً قدم مسلسلاً يجسد فيه شخصية عميد الأدب العربي طه حسين بنجاح مميز. كان الفنان محمد رمضان قد جسد شخصية الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ضمن مسلسل كاريوكا، ولعب رمضان مرحلة الشباب من حياة السادات، ولقت الشخصية نجاحاً في تلك الفترة حيث استطاع أن يقنع المشاهدين بأداء شخصيته. جسدت الفنانة السورية سلافة وخرجي سيرة أسمهان في مسلسل حمل اسمها في عام 2008 من إخراج شوقي الماجري، وتميزت سلافة في أداء شخصية أسمهان ولقي المسلسل نجاحاً وانتشاراً واسعاً. كما نجح تيم حسن في تقديم شخصية الملك فاروق الأول آخر ملوك مصر، وأثنى النقاد والمتابعون حينها على أدائه، وعزز المسلسل من شهرة تيم على مستوى الوطن العربي. وتميز الفنان أحمد شاكر عندما جسد دور البطولة في مسلسل رجل من هذا الزمان الذي يحكي سيرة العالم المصري الراحل دكتور علي مصطفى، وكان المسلسل خطوة فارقة في حياته الفنية. كما تألقت الفنانة صابرين في مسلسل أم كلثوم حيث قامت بتجسيد شخصية أم كلثوم، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان سنة 1999. وتناول المسلسل قصة حياة أم كلثوم وقصة صعودها إلى النجاح والشهرة وما عانته من صعوبات وعوائق وضعت في طريقها، كما أنه يتناول جانباً من الحياة السياسية السائدة في تلك الفترة. هو من بطولة حسن حسني وكمال أبو ريا وناصر سيف ومجدي كامل ورشوان توفيق وخالد الصاوي وسمير عبد العزيز، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد علي.